الله يعطيكم العافية شباب. الآن منتابع إحنا محل ما وقفنا وبلشنا في موضوع الثاني أو بنبلش في الموضوع الثاني اللي هو elimination of unrealized profit in ending inventory. نيجي على أفضل إشي إنه أشرح لكم إياه الموضوع من خلال المثال. بس قبل خلينا نحط الأمور in perspective. إحنا الأمثلة السابقة كل اللي أخذناه إنه أنت الشركة P لما تبيع لما P تبيع لأس لما البيرنت تبيع للسبسيدري والسبسيدري يبيع لأوتسايدر بتتم العملية عن طريق كل الانفنتوري. فإذا P باعت S انفنتوري بقيمة 1000 S رح تبيعه هذا 1000 بالكامل لأوتسايدر. وعليها كنا إحنا نحل وعليها كنا نعمل إيش الكونسوليديشن. بعدين نيجي نقلب القيد من حساب السيلز لحساب الكوست اوف جود سولد زي ما شفتوا بالمثال الماضي. الان بدنا تو ستيب اب ذا جيم شوي يعني نقلل اللعبه شوي. نحكي طب ماذا لو اجت اجى البيرنت باعت للسبسيدري ولنفرض 1000 قطعه انفنتوري والسبسيدري من ال1000 قطعه باع 500 وضل عنده 500 كيف حسبتهم بدها تكون؟ بالذات اذا انت بدك تعرف انه البيرنت حط هامش ربح على السبسيدري. وبما انه البيرنت حط هامش ربح على السبسيدري وانا لما اجي اعمل الكومبينيشن هاب هامش الربح هذا اللي ظله نائم بالانفنتوري هون لازم تطلعه. فهذا الاشي اللي راح احنا نبلش ناخذ فيه وافضل اشي نبدا فيه بمثال. بحكي لك خلال 2017 بي او بوب سولد ميرشندايز بقيمه 60000 لسن. يعني خليني ارجع لهون. بحكي لك انه بي باعت لسن بضاعه بقيمه قديش؟ بقيمه 60000. هي البضاعة علي على P ب60000 وأنا بعتها لأس بقيمة 72. وبحكي لك أس نرجع للمثال وبحكي لك أس sold all but 12,000 of this merchandise to its customer for 75,000. بحكي لك أس باعت من ال 72,000 باعت 60,000 من الانفنتوري هذا لا اوتسايدر وباعته بقيمه 75,000. يعني من ال 72 انا بعت 60 وضل عندي 12. والمطلوب تعمل كونسوليديشن لهي العمليه. طب خلينا الان نروح على الاكسل شيت ونبلش فيها. بحكي لك البارتنر انا بعت بقيمه 72,000 صح؟ والكوست اوف جود سولد هذول ب 60,000. احنا هون بعنا ب 75,000 لاوتسايدر وهي البضاعه كلفتني 60,000. زمان شو كنا نعمل او مش زمان لما كان لما كنت ابيع كل الانفنتوري كنت فقط ببساطه هاي مع هاي اضربهم يعني اضرب قيد بحيث اني اعكس التاثير الداخلي هذا وينتهي الموضوع. لان ما بقدر اعمل زي هيك لانه حتى لانه زي ما انت شايف ال انتر كومباني ترانزاكشن بضل زياده منها 12,000 هذول ضلوا انفنتوري داخل اس كومباني والانفنتوري هذول اللي ضلوا داخل اس كومباني ماخوذ منهم هامش ربح من بي. فبالتالي انت عندك هنا ربح اسمه انريلايزد ربح غير بعده مش مبين صار بين بي واس على ال 12,000 قطعه او الانفنتوري اللي ضلوا موجودين جوا الاس كومباني. هلا بالقيود راح الموضوع يبين معك اكثر واكثر. هنا اول اشي بدفاتر بي الانفنتوري عندي زاد بقيمة 60,000 ولحساب الاكونت بيبل هاي عشان ادخل المخزون عندي. ثاني اشي الانتر كومباني سيلز اللي صار بين الشركتين اللي هو 72,000 بي باعت لأس بقيمة 72,000 الكوست اوف جود سولد هذول بالنسبة لبي هم 60,000. بالنسبة لدفاتر الاس فعندك الانفنتوري زاد عندي بقيمه 72,000 هي القيمه اللي اشتريت فيها والاكونت بيبل لشركه بي بقيمه 72,000 زاد. بالنسبه للاكونت ريسيفبل لعمليه البيع ب 75,000 وال 75,000 هاي كان الكوست اوف جود سولد علي فيها ب 60,000. اتوقع لهون قيود بشكل مباشر وما في ما صارش عندي شيء. الان خلينا نفكر بالانتر كومباني ترانزاكشن اللي صار عندي هون. اذا طلبت منك تطلع لي شوي على اللي بيصير هون عندك البروفيت بي بي. اذا انت بدك تيجي لما تحسبها راح تلاقي البروفيت بي بي هو عباره عن 12,000 بعنا اس ب 72,000 والكوست اوف جود سولد عليه 60. وعندك اس البرو
البروفيت تبعها و15,000 اللي هي نتيجة البيع للأوتسايدر. ولكن هل هذا هل يعني اللي بدي اياك تفكر فيه؟ اوكي انت بتيجي تحكي طب قديش قيمة الانتر كومباني ترانزاكشن لو افترضنا انه بي او اس هما شركة واحدة، بي او اس هما شركة واحدة وباعوا لأوتسايدر، قديش الربح؟ بجوز انت تستعجل تقول لي 15,000 اللي هو هاي جواب. لا الجواب مش بس ال 15,000، مش بس ال 15,000، لا تنسى انه ال 15,000 هذول نتجوا بعد ما ربح علي البيرنت كومباني 12,000 كاملات ربحهم علي هون، وانا كانه رفع علي الكوست اوف جود سولد او رفع علي تكلفه البضاعه عندي وانا بعتها بهامش ربح 15,000. ولكن بالواقع لو طلعت اس من اللعبه راح تلاقي انه بي هو اللي بايع للاوتسايدر وراح يكون هامش الربح اعلى بكثير من 15,000. يعني ما راح يرد طر بي يربح من اس وبعدين يرد اس يربح من الاوتسايدر، بده يكون الربح بالكامل يتحمل لبي. فبتلاقي الرقم هذا مش 15,000 راح يكون اكبر. عشان ابسط لك اياها بطريقه اكثر، طلع علي هنا على المثال هذا، احنا حكينا انه بي هامش الربح تبعه 20%، هامش الربح تبعه 20%، بس انا ما اعطيتك المعلومه هاي صح؟ يعني بي هامش الربح على اس هو 20%. كيف انا عرفت؟ يعني هي واضحه من هون، نسبة تناسب يعني 72,000 وهنا 60,000، وانا اعطيتك المعادلة السيلز على 1 زائد المارك اب يساوي الكوست. فمنها لما تيجي تدخل المعادلة هاي انت عندك المارك اب هو المجهول، راح تلاقي انه عمل لك 20% مارك اب. ما بعرف حاس حالي انه لازم برضو افرجيك اياها، يعني بدك تحكي يساوي، اذا بدك تطلع المارك اب بدك تحكي انه يساوي 72 تساوي 60 زائد اللي هي 60 والمارك اب، مارك اب ومنه المارك اب تساوي اللي هي 12/60 ومنه المارك اب تساوي 20%. كيف طلعتها من المعادلة الشباب اللي اعطيتكم اياها؟ بتلاقي انه المارك اب 20%، يعني بي ماخذ من اس 20% مارك اب او ربح على البضاعة اللي بايعوا اياها. الان ارجع لي هون، هاي بي كومباني وهي اس كومباني. بي كومباني كان عندها بضاعة ب 60، تكلفة هاي البضاعة عليها 60، باعتها لاس بقيمة 72. فاذا انا عندي 12 هاي انفنتوري معمول له، عندي 12 انفنتوري اوفر ستيتد هاي، يعني هو نفس الانفنتوري هذا الموجود ببي هو نفس الانفنتوري الموجود باس، بس هون سعره 60 هون سعره 72. هاي اول نقطه بدي احكيها. ثاني شغله، اس باع للاوتسايدر، باع للاوتسايدر انفنتوري بقيمه 75، يعني لما باعوا 75. وهون قديش ضل عنده من الانفنتوري تبعه؟ باع ال 60 ب 75 ضل عنده 12، تمام؟ ضل عنده 12. الان سؤالي، اذا 12 هاي هي فعلا 12 ولا اقل؟ لاحظ انه بي لما باع الانفنتوري لاس باعه بمارك اب ب 20%، فاذا هاي ال 12 هي في الحقيقة إذا جمعتهم على شركة واحدة هي لا تساوي 12، هي تساوي أقل من ذلك، هي هاي تساوي اللي هي الكوست اوف جود سولد الحقيقي اللي لبي زائد المارك أب اللي حطه على أس. وبالتالي لما تيجي تحسبها أنت على نفس المعادلة اللي أعطيتك إياها اللي هي الـ 12 على 1 زائد اللي هو المارك أب 20%، أتوقع هنا في حطينا نقطتين يساوي، راح تلاقي طبعاً إنها تساوي 10. هي ال 12 هاي بالاساس هي 10 وليست 12. ومدامها 10 اذا هي قديش البي ضل فيها من ال 60 اللي باعتها من الاساس؟ 50. فكاني اجيت حكيت انه ال 60 اللي هون، انا لما وديتها لاس واس باعها، هو اس بالحقيقه ما باعش 60، هو باع 50
للاوتسايدر، وظل 10 هي ظلت عند اس، كاني جبت ال 60 هاي ووزعتها بين الجزئيه اللي انباع منها والجزئيه اللي